فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الآن على مشارف الانتهاء منه، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المدارس، فإنها أشرف مدارس، ونسأل الله لنا في علاه أن يثبتها لنا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك نصرة لدين الله جل في علاه ابتغاء وجه الله الكريم. إن شاء الله نكمل، وقفنا عند الصبر عند المصيبة، صحيح؟ لكننا تكلمنا عن الحديث. نعم، يبقى لنا نحن ندخل باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وده الجزء الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد الثقة السبت، رواه له مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن علية. قال حدثنا ابن علي، ابراهيم بن علي معروف ومشهور وثقة ثابت، كما قلنا كان ينهى الناس أن يقولوا ابن علي، وكان أحمد يتورع عن ذلك، لكن كما هي المسألة المشهورة قد اشتهر بذلك، ثقة ثابت روى له الجماعة. قال أخبرنا أيوب. أيوب وابن أبي تميمة السختياني ثقة ثابت، كان حجة من كبار العلماء الفقهاء الزهاد العباد، روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين أشهر من أن نتكلم عنه. محمد بن سيرين قد أوصى به أنس أن يغسله، وكان قد حبس من شدة الورع، حبس في زيت لما وقع فيه الفأرة فأكبر وما استطاع أن يبيعه للناس، فحبس في دين ثم أخرجوه من أجل أن يغسل أنس رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن سيرين من خيار التابعين، ثقة ثابت روى له الجماعة. قالت أم عطية رضي الله عنها، الجليلة رضي الله عنها وأرضاها المدنية، كانت يعني قد رحلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسكنت البصر، روى لها الجماعة. قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم، ثقة ثبت إمام حجة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع وهو أبو معاوية من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أيوب. أيوب السختياني كما مر علينا، روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين الورع. ومحمد سيرين أيضا من أهم ما يميز محمد سيرين أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى، كان لا يرى الرواية بالمعنى، حتى أن بعضهم جاء فقال: رأيت طائرا ابتلع اللؤلؤة فأخرجها أفضل منها، ثم رأيت طائرا آخر أخذ اللؤلؤة فابتلعها فأخرجها كما هي، ثم رأيت قد أخذها فابتلعها فأخرجها أنقص مما كانت. فقال: أما من الذي ابتلعها وأخرجها أفضل مما كانت هو الحسن البصري، كان بليغا فصيحا، فكان يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه يعني بطريقة الفصاحة والبلاغة عنده في العرض كانت تؤثر في الناس. قال: أما الأنقص فأنا، لأنه كان إذا لم يتثبت من لفظة لم يتكلم بها، حتى أن يتثبت من الرفع أو الوقت ينقص فيه. فابن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى، وهذا مخالف لجماهير المحدثين في السابقين وفي المتأخرين. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون.
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب. جزاكم الله عنا خير. أما نتكلم عن هذه الأبواب التي وقفنا عندها، باب الصبر عند الصدمة الأولى، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وكانت تبكي ولدها، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها أنه رسول الله سلم فأخذتها مثل الموت، فابتلغت كيف ترد بهذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت إلى النسلم فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث عظيم جدا، ترى فيه أن المرأة يعني هذه يبين لك كيف أننا حتى لو قلنا بحرمة زيارة القبور للمرأة كما سنبين، لأن السبب في ذلك والحكمة أن المرأة خفيفة، المرأة لا تستطيع أن تتحمل عند المصيبة، وأنها عندما يشتد بها الأمر يمكن أن تخرج بعض الألفاظ التي يكون فيها المخالفة الصريحة لشرع الله جل في علاه، بل ممكن أن تتسخط على قدر الله جل في علاه فتهلك وتهلك إذا وقعت في مثل ذلك. لما جلست تبكي صبيها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليها، والحق أنه مر عليها في القبر، مر عليها في القبور، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني. عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة زيارة القبر، واحتج به بعض العلماء على جواز زيارة القبور للنساء بهذا الحديث، لأن المسلم لم ينكر عليه، وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه. والمسألة الثانية أنها قالت عندما جئت المسلم فلم أجد عنده بوابين، فالمسلم لم يكن له بوابا، لم يكن له أحد يقف بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ردت عليه بنت هذا الرد ولم وكظم غيظه بأبي هو وأمي. المسألة الأولى مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي في القبر وهي تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لن تصب بمصيبتي. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وأنها كانت موجودة في القبر، فذلك دلالة واضحة جدا على جواز دخول أو زيارة النساء للقبور. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة بعد ذلك. قالوا أولا عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود بسنن صحيح، النساء شقائق الرجال في الأحكام، ونحن قلنا وأنتم أيها المخالفون اتفقنا جميعا على استحباب زيارة القبور للنساء، فنحن نقول بالأقل بالجواز، أقل ذلك الجواز. وأيضا قال النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن دعاء القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قالوا هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها للقبر، بل علمها وإمعانا في الإقرار علمها ما تقول حينما تدخل، فقالوا هذه أيضا لدلالة على الجواز. هذا بالنسبة للقول الأول. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الثاني وهو إذا قالوا بالجواز مطلقا قالوا بالمنع مطلقا، القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا بالمنع وبالتحريم، واستدلوا على المنع والتحريم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد استدلوا بحديث أم عطية الذي سيأتي نهينا عن اتباع الجنائز، وإن كان لفظة لم يعزم علينا لم يقفوا عندها لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، فقالوا قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، فقالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من الوسيلة فلأن يمنعها من المقصد من باب أولى، لأن الوسيلة إلى دخول وزيارة المقابر هو اتباع الجنائز، فنهاها عن اتباع الجنائز دلالة واضحة جدا على حرمة زيارة القبور. ثم استدلوا بعد ذلك بالأدلة الصريحة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، في الرواية الأخرى اللي في السنن في سنن ابن ماجه وفي غيره في النسائي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي رواية أخرى قال وهذا الحديث فيه صحيح ليس فيه ثمة شيء، أما الحديث الآخر الذي في السنن لعن الله زائرات القبور، وهذا قالوا هذه إن قلتم زوارات على الاستمرار فنحن نقول الآن لا، لعن الله زائرات القبور، إذا الزائرة ملعونة بذلك، وهذه دلالة على أن زيارة القبور من الكبائر ليست محرمة فقط بل هي من الكبائر، لأن السلام لعن ذلك. وقد قالوا من ناحية النظر المنع هو الأسد، لأن المرأة إذا زارت القبور ترى منها ما فيها، أولا تفسد على نفسها وتفسد على غيرها،
فإن دخلت والناس في حزن شديد أو الناس في ألم من أجل الموت ويتذكرون ما هذه من اللذات وأنهم يتفكرون أنهم كيف سيفعلون عندما يدخلون القبر وبين يدي الله جل في علاه كيف سيجيبون إذا رأوا المرأة صار عنهم ما يستشعرون به، لأن المرأة فتنة، والرجل إذا نظر إلى المرأة أخذته وأخذت بلبه. فالغرض المقصود قالوا إذا هي ما دعاه للفتنة، فتنة الرجال. والأمر الثاني الذي هو المؤاخذة عن وجود المرأة في القبور أنها أن المرأة كائن ضعيف لا تستطيع أن تتحمل الصدمة، فيمكن أن تتسخط. والدلالة الواضحة الجلية على ذلك المرأة كيف عاودت النفس في المراجعة وهو ينصح ويقول اتق الله واصبري، فردت عليه ردا كأنها أساءت إساءة يعني تندمت عليها ندما عظيما، عندما قالت يعني وما تبالي بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها رعدة كالموت، أخذتها كما يؤخذ المرء بالموت، ارتجفت من الرد الذي ردت به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. فإذا قولان على طرفين نقيض. القول الثالث قالوا بالاستحباب، هذا إمعان في الجواز، يعني هنا طرف وهنا طرف، طرفان، وقول يقارب هذا الطرف الأول وقول يقارب الطرف الثاني. الطرف الأول الذي قالوا بالجواز، الطرف الثاني الذي قال بالإمعان، قالوا بالاستحباب، استحباب زيارة القبور. وهؤلاء قالوا بالاستحباب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أقل أحوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزروها، قالوا ألا تزروها، لما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور قال ألا تزروها فإنها تذكر بالموت. قالوا هذه قد فهمت منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذه الرواية أن النسخ عام، النسخ عام على الرجال وعلى النساء، المنع كان عاما للرجال والنساء، ايضا النسخ فزورها كان عاما للرجال والنساء، وهذا فعائشة فهمت ذلك. قالوا ونحن نقول ايضا بان عائشة قد زارت اخاها في القبر دلالة على الاستحباب. ومن الدلالة الاستحباب ايضا ان العلة متمكنة في الرجال كما انها متمكنة في النساء. اذا قلنا ما دلالة الاستحباب، ما وجه الاستحباب في زيارة الرجال للقبور، قالوا العلة في ذلك هو انها تذكر بالموت. قالوا وايضا المرأة يذكرها بالموت ان تزور القبور، فالعلة متمكنة فلما نمنع النساء من الزيارة. هذا الطرف الاول. الطرف الثاني والقول الرابع قالوا بالكراهة، قالوا نحن نقول بالمنع لكن ليس المنع على التشديد ولكن المنع على التنزيه، قالوا بالكراهة. قالوا ونحن نقول بالكراهة لاننا ما عندنا دليل قوي نقول بالتحريم. اما قول السلام لعن الله زيارات القبور فهذا حديث ضعيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فقالوا نحن نقول لعن الله زوارات القبور، فنحن نقول بأن المسألة على الاستمرار، فهذه لا تدل على التحريم من أول وهلة، إذا ذهبت المرأة مرة أو مرتين لا تلعن بذلك. وقالوا أيضا بالكراهة لأن عائشة ومعطية خالت نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، قالوا لم يعزم علينا يصرف التحريم إلى الكراهة. هذه جملة الأدلة على الأقوال الأربعة في مسألة زيارة القبور. وهذه القضية متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على المرأة وهي في القبر وقال اتق الله واصبري. الراجح الصحيح الذي ندين الله بذلك حرمة الزيارة، حرمة الزيارة المرأة، وإن كانت كما قلنا إن كانت الأقوال متقاربة وأقوى الأقوال الكراهة والحرمة، لكني أدين الله بالحرمة. هذا عند بعض المحققين من فقهاء المحدثين من الشافعية، أما الفقهاء قالوا بالكراهة، أما فقهاء المحدثين وهكذا، هذا الباب الرصين عندنا في باب الشافعية، قالوا بحرمة الزيارة. والدلالة على ذلك كثيرة جدا، لأنهم ضبطوا رواية لعن الله زوارات بالضم على النسبة، ليست المسألة على المبالغة، لا على النسبة، كقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني وما ربك بظالم للعبيد على النسبة، فقالوا ضبطوها بزوارات بالضم على أنها على النسبة. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، وهذا النهي لا يحتاج إلى تعزيز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد، لأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. أما من قال بالإباحة بالاستحباب فهذا فيه نظر، واستدلاله في الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها وأن هذا أمر، وهذا الأمر أقل ما يكون للاستحباب. علماء الأصول قاطبة قالوا بأنه لما قال ألا فزوروها واو الجماعة تكون على الرجال لا على النساء، الخطاب هنا للرجال لا للنساء، أصل الخطاب للرجال لا للنساء. وأيضا إحنا عندنا الأدلة تثبت أن النسخ كان للرجال لا للنساء، لأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ففيها دلالة واضحة جدا على عدم الاستحباب. أما استدلالهم بمسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا أيضا لا دليل لهم، يمكن أن نقول أنه على الجواز في كلام عائشة وليس على الاستحباب، لأن عائشة لم ترى أخاها،
لم ترى أخاها ولم تشهد الصلاة ولا التكفير. قالت لو لم أشك لما زرت. قالت ذلك تصريحا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلو كانت الاستحباب لما تقول بهذا؟ لما تعلل بأنها لولا أنها لم تشهد أخاها لم تزر؟ فهذه دلالة أنها على عدم الاستحباب. فيبقى لنا الرد على الكلام على الإباحة. فنقول الكلام على الإباحة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة هو بين مفسدتين عظيمتين، وهو الذي علمنا بمقاصد الشريعة بأنه لو تعارض مفسدتان ارتكبنا الدنيا لدفع الكبرى، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة. هو الآن مفسدتان عظيمتان، لكن المفسدة العظمى دفعها بارتكاب الدنيا بعدم هدم الكعبة. هنا بين مفسدتين عظيمتين، المفسدة الأولى هو زيارة المرأة للقبور، والمفسدة الثانية هو أن المرأة تجزع فتتسخط على قدر الله جل في علاه. فأيهما أعظم على إيمان المرأة وعلى دين المرأة؟ أيهما أعظم؟ الزيارة ولو كانت كبيرة التسخط أكبر منها، التسخط بريد للكفر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. وقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذها من النار، فبين مفسدتين عظيمتين فدفع الكبرى بارتكاب الدنيا فأنكر عليها الأعظم وترك الأدنى. لذلك قال لها اتق الله يا أمة الله، اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ولا يقال أنها طب بعدما علمت أنه رسول الله وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. قلنا عدم النقل يدل على نقل العدم، عدم النقل يدل على نقل العدم. والامر الثاني هي ايضا لما جاءت منكويه به المصيبه التي هي فيها، وجاءت ايضا ترى في نفسها الفزع لانها ارتكبت كيف تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. وهو الذي قال الله جل وعلا قد ارعب الشيخين الكبيرين الوزيرين العظيمين، عندما قال الله جل في علاه قد تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فعلو الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. فالمرأة جاءت يعني مرترفة كأنها على مشارف الموت، لذلك الهوين بها والرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي قوم الرفق إلا يعني البيت الذي أعطي الرفق أعطي الخير كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فلذلك نقول لا دليل لكم في مثل هذا. قالوا حديث عائشة، قلنا حديث عائشة يحتمل لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، لكنها ما قالت أزور أو لا أزور، كأننا نقول الاحتمال وارد، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والاحتمال الثاني أنها كأنها تقول إذا مررت بالمقابر لا زرت، إذا ماذا أقول؟ فقال لا أقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. يبقى إذن المسألة دائرة بين احتمالين، احتمال زيارة واحتمال مرور، والمرور بالاتفاق يجب ليس فيه ذمة شيء وتدعو له هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قبور المشركين إذا مررتم بقبور المشركين، فالدعاء هنا يتأكد. فإذا نقول احتمال المرور واحتمال الزيارة. عندنا الحاضر يقدم على المبيح، فالحاضر يمنعنا من الاحتمال الأول ويبقى لنا الاحتمال. إيش الاحتمال الأول؟ الزيارة. واحتمال الثاني إذا ما عندنا إلا المرور. فكأنها تقول ولو مررت يا رسول الله، لو صادف أنني مررت ماذا أقول؟ قال أقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. مفهوم؟ هذا رد عليهم في هذا الباب. فيبقى لنا الأدلة تسلم على حرمة زيارة القبور. المسألة الثانية أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد عنده بوابا أو لم أجد بوابين. فنقول هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كملوك الدنيا يعني تجد الحاجب والحاجب والحاجب والحاجب، وعندما تصل إلى الملك الذي تريده كانت تكون أنت على مشارف الموت مثلا. بعض الناس يقولون ذلك، لا يمكن لا نكاد أن نصل إلا في بعض من يعني أكرمهم الله جل في علاه وفتح المجال للرعية أن يأتوا إلى أبوابهم. لكن الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن خلفائه الراشدين كانوا كذلك، ما كان لهم يدخل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لرفع الشك وأيضا للكلام على سؤال وجواب للتعليم وأيضا للقرب الإيمان. والإنسان كلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زاد إيمانا. فلذلك قالت لم أجد بوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث من الفارسي الذي جاء يسأل عن أمير المؤمنين، قالوا تسأل عن من؟ قال أمير المؤمنين. أين قصر أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين ينام تحت هذه الشجرة. قال أنا أسأل عن أمير المؤمنين لأنه لما نظر إلى عمر كأنه نظر شجرا، رجل ينتعل أو يتوسد نعله وينام تحت ظل شجرة بثياب مرقعة تصل إلى الركبة. فقال أنا أسأل عن أمير المؤمنين،
عن أمير المؤمنين، قالوا هذا أمير المؤمنين. ثم نظر عليه فقال إيه يا عمر، حتى الفارسي كان فقيها في هذا، فقال إيه يا عمر، حكمت فعدلت فنمت فأمنت، أو فأمنت فنمت يا عمر. فالغرض المقصود هذا أيضا من دأب خلفاء الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم النبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة والرحمة. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة ميزانه الحقيقي عند الله تعالى ميزان الخلق. أرأيت كيف أن الله تعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب بأرقى الصفات وأحسن السمات، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خلقكم الأهل وأنا خيركم الأهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنة داود سنة صحيح قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يهش ويبش وما سلم على أحد وترك يده إلا أن يكون الذي سلم هو التارك، وكان سلم رفيقا إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. وحتى إذا انتهكت محارم الله ففي بعض الأحيين يغضب وفي بعض الأحيين يعلم برفق، لأن المسألة تحتاج في كل مرحلة وفي كل مسألة لها حل يعني يناسب هذا المقام، لكل مقام مقام. فلما دخل على المرأة واشتدت في قولها على رسول الله إنك لم تصب بمصيبتي، فقد أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم القول وتركها وسكت عنها وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني، إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا الحديث الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث عظيم جدا لأنه قد ورد فيه استدراك عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عمر وعلى ابن عمر وعلى المغيرة وعلى كثير من الصحابة. عفوا، أنت لو نظرت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تراها قد استدركت على الصحابة الكرام بهذه الأحاديث واعترضت على ذلك. هي قالت هم لم يكذبوا، طبعا الصحابة صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق ولم يكذبوا، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يسمعون من الصادق المصدوق، لكن قالت السمع عائشة، السمع يخطئ. وهذا من أدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها وإن وهمت وإن استدركت اعتذر. تعد فهم فاهمين؟ تعرفون لماذا؟ لأن هذا أدب راقي، لأنك يمكن أن توهم ويمكن أن تخطئ، لكن من الأدب والرفق أن إيش؟ أن تقدم الاعتذار. لكن القضية لا تترك، القضية التي أخطأ فيها العالم لا تترك بحال من الأحوال، لابد أن تبين الخطأ فيها، لأن هذه يفتتن بها البشر ويتعبد بها الناس. لكن انظر هنا الموازنة، أدب جم بعدما خطأت ووهمت واستدركت اعتذرت. ونحن نرى الناس يلتمسون السقطات للتبديع والتفصيل، ونحن نرى الناس يذهبون كل مذهب كأنهم يدعون بالليل سحرا لمن يبغضونه، والبغض ليس بغضا شرعيا حتى يذل ويخطئ ليبدع ويفسد. هذه مصيبة. أين كونوا عباد الله إخوانا؟ أين أن نلتمس أخينا الأعذار؟ أين أن نقدر لأهل العلم أقدرهم؟ لكننا مع ذلك وإن قدرنا أهل العلم أقدرهم لا نقبل خطأهم بحال من الأحوال، ولا يمكن أن نبجل خطأهم بحال من الأحوال، لأننا بذلك سنطمس راية النبي ونرفع راية الشيخ صلى الله عليه وسلم. نحن ما أمرنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتميم العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وإن كنا نقول هناك من يستحق أن تبدع وتظهر تبديعه، وهناك من يستحق أن تشتد عليه شدة عظيمة حتى لا يفتن به الناس، يكون من المبتدع الضال الذين يؤسسون للبدعة ويحاربون من أجلها وينافعون من أجلها، فهذا لا يمكن أن تتوانى معه. لكن نحن نقول إذا علمت الرجل بأنه يسير بالسوية ويسير على طرب الصالحين وهو لا يألو حتى يرفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل وإن أخطأ، فإن اجتهد وإن أخطأ، ما من عالم شريف ومنيف إلا له الزلات والسخطات والهنات. من الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من الذي جعله الله ملكا يمشي على الأرض؟ فلذلك هنا أدب عائشة الراقي بأنها خطأت ووهمت واستدركت واعتذرت. قال أنتم تحدثون عن أقوام لا يكذبون ولا يكذبون، ولكن السمع
يخطئ. فقالت فاعترضت بأمرين، اعترضت بأصول عامة واعترضت برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول وأنتم تعلمون ونحن نتفق جميعا بأن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مشكات واحدة. ما معنى من مشكات واحدة؟ إيش الأثر؟ إيش النتيجة؟ صغير يا متأخر. من الذي أتى بك متأخرا؟ هو البنا عشان راح عمرة، أنت تضيع. إيش الثمرة؟ آتى وصل محمد. يعني ممتاز، يعني لا تعارض ولا اختلاف. فقالت كيف تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما مر على كافر فقال وإنه لا يعذب ببكاء أهلي. كأنها خطأت الإمام عمر بن الخطاب بأنه عمم، وأن أصل المسألة على إيه؟ على التخصيص. ننظر الآن في هذه المسألة وكيف نجمع بين القولين، والحق كل الحق مع عمر، والحق كل الحق مع عائشة. وإن كانت عائشة وهمت فلا نقبل توهيمها لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن هي مع الحق ولعمر معه الحق. أولا ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا يوجب إشكالا، يوجب إشكالا، لأننا في الباب قبله وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى الناس معه، فكيف يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوه يبكي في قصة ابن زينب وأيضا في قصة ابنه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن عبادة وقال له أيضا عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون، وإن لفراق إبراهيم لمحزنون. وقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا لنا أن نقول في هذا الباب قال النسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، صحيح ولا لا؟ أو من العام المخصوص. قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه، هذا عموما، صحيح ولا لا؟ وهو قد بكى فكيف يعذب؟ قلنا لا. التوجيه في ذلك كأن النسلم قال ذلك هذا العام يريد به الخصوص، أو قل هو مخصوص ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نقول لا هو عام يراد به الخصوص. يبقى إذن ليس الأمر على عمومه. أدو دكتور أيمن، من هو بكلم التلفون؟ يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. أنت جئت للطاعة أم جئت للكلام وعقد الصفقات؟ تكلمش؟ طب ما بتمشي على انك تتكلم ليه؟ انت من الصباح نايم، انت تريد تاخد فصحى للنوم، جئت لما؟ للدرس. عرفت قول السلام لا اصبر خليك واقف. لما دخلوا ونزلوا في السفر فكل منهم نزل تحت شجره يستظل بها، ماذا قال السلام؟ شايف تماما. هذا الرجل الذي يأتيك بما لا يعني بما لا يمكن أن تتوقعه، ده فقه راقي، شيخ فقه مركب، يلا شيخ والذين كلها بتجتمع في هذا يا حبيبي. الدليل بذلك أنه قال لهم مالي أراكم إيه عايزين؟ طب عايزين يعني إيه؟ طب وأنت كنت فين؟ وده اسمه إيه؟ طب لما تكون طيعا للشيطان؟ طيب يبقى نستغفر انا وانت على الذنوب لعل الله يوفقه، صحيح؟ جزاك الله خير. يبقى اذا نقول هو عام مخصوص، عام مخصوص بامر سنبينه الان، لانه ليس كل بكاء يمكن ان يعذب عليه الميت من الاهل. فننظر للمساله، عائشه وهمت واستدركت وقالت ان الله تعالى يقول لا تزر وازره وزرة اخرى، وقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر يعذب ببكاء اهلي، فقال ابن عباس مقرا، كان ابن عباس ينتصر القول عائشة على قول ابن عمر، لانه لما رجع القول ابن عمر سكت ما تكلم، ما راجع في قول عائشة. فقال وقلت انا، وهو اضحك وايه وابكى سبحانه وجل في علاه. طبعا هو قال وهو اضحك وابكى يقر عائشة في استدلالها به ولا تزر وازرة وزرة اخرى، يبقى قال وهو اضحك وابكى، يبقى اذا لما يحاسبهم؟ ما هو من فعل الله، فهمت؟ قد يتعلق به القدرية الجبرية ويقولون طبعا من فعل الله لما يحاسب المرأة فعل الله. قلنا له وجه في هذا الأمر،
على أن الله جعله الذي أضحك وأبكى، يبقى إذا لنا أن نوافق بقول عائشة بالاستدلال بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا ضحك القوم إذا بكى القوم ما له ميت، ما هذا ليس من فعله، فلا يعذب بفعل غيره، فلا يعذب بفعل غيره. وصحيح الرجع أن نقول لا معارضة بين قول عائشة وبين قول عمر. أولا نحن الآن نرد توهيم عائشة لعمر رضي الله عنه، فعمر عمر من عمر؟ عمر الملهم، عمر الذي وافق ربه في غير ما موضع من الكتاب، فنحن لا نقبل توهيم عائشة لعمر رضي الله عنه، ومع ذلك نوفق بين قولها وقول عمر بن الخطاب. أولا نقول عمر لم ينفرد برواية بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وافق عمر بن عمر، وابن عمر أثري وكان من أشد الناس حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن السنة، وهو من الطبقة الثانية بعد أبي هريرة وعائشة. ابن عمر كان مكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر وافق عمر بن الخطاب على الرواية، وأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. والثالث وافقهم أيضا المغيرة بن شعبة، وروى هذا الحديث قال إن الميت لو عذب ببكاء أهلي عليه. وقيل بنت مخرمة أيضا وافقت الثلاثة. إذن أربعة جازمون بأن الرواية عن السلام ثابتة أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فلا توهيم بحال من الأحوال، فنرد توهيم عائشة لعمر بن الخطاب ونعتذر لها في ذلك للأصل الأصيل الذي عندها، وهي ولا تزر وزيرة الوزراء أخرى. ثم نقول العلماء هنا لما نظروا قالوا والجمع بين ذلك فيها أمور. التوجيه الأول بأن قول سلم وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، المقصود بأنه يسمع النحيب والبكاء والعويل الذي يحدث من أهلي، فيتألم للمصاب الذي قد أصيب به قومه وأهله، فهو يتألم حسرة على ما أصاب أهله من دخول الحزن عليهم والهم والغم. وهذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف، هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف، لأن الحق أن العذاب هو العذاب، يزداد بالعذاب. والتوجيه الثاني قالوا نحن نقول بأن هذه المسألة على الخصوص، قول السلام من الميت لا يعذب بكاء عليه على الخصوص. قلنا ما الخصوص؟ قالوا البكاء بكاءان، بكاء بنوح وبكاء بغير نوح. وقالوا أيضا إذا قلنا البكاء بمنيح عليه فيه حق وفيه باطل، فخصصوا المخصوص، هذا عند توجيه عند بعض العلماء، فقالوا لا يعذب بكل منيح عليه، بل يعذب ببعض منيح عليه اللي هو الذي لم يكن حقه، لم يكن حقا. لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أغشي عليه قامت أخته قالت واجب لا وأتدا وأخذت وتعدد، فالملك يقول له أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ فإن كان حقا لا يعذب، وإن لم يكن حقا إيش؟ لم يكن هذا النياح حقا يعذب عليه. وهذا صراحة كلام وإن كان فيه وجهة نظر قوية لكنه غير مرضي، لا يمكن أن نرضى بمثل هذا الكلام. كل نياحة باطلة من السلام قد عدها من الكبائر، حق أو غير حق، نياحة باطلة حق أو غير حق، فالغرض المقصود هذا التخصيص لا يمكن أن نرتضي به. لكن هؤلاء لهم وجه، لهم وجه في ذلك، لأن في حديث عن السلام قال فإن الميت لا يعذب ببعض منيح عليه، لما يقول ببعض هذه فيها دلالة، ونحن البعضية هنا نبينها في التوجيه الثالث المهم جدا، ألا وهو أنهم قالوا نعم قد يعذب وقد لا يعذب، لأن النياحة أولا باطلة، هذا التقديم والتأصيل، النياحة باطلة وهي من الكبائر، وسيأتي أنا لما لم أتعجل في الكلام عليها، لأنه سيأتي بالكلام على أنها حرام وأنها من الكبائر، فالنياحة أصالة باطلة. لكن هذه النياحة قد يعذب بها الميت وقد لا يعذب بها الميت، متى يعذب الميت ومتى لا يعذب؟ نقول بالتوفيق بين قول عائشة وبين قول عمر. عائشة لما اعترضت اعترضت بقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله جل في علاه لا يعذب أحد بفعل غيري. لما دخل الرجل مع ابنه الإنسان قال من هذا؟ قال ابني. قال أما قال الإنسان أما إنه لا يعني لا تغلب عليه أو لا يغلب عليك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحاسب على فعلي ولا حاسب على فعلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني هو لا يحاسب على فعلك ولا أنت تحاسب على فعلي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنحن نقول إذن التوجيه في سياق هذه الآية بأن النياحة التي وافق عليها يعذب عليه، لأن الموافقة من فعله والرضا بالمنكر كاف لمرتكب، يبقى إذن عذب بمنكر قد ارتضاه، ومن ارتضى بالمنكر فقد فعل، لأن السلام قال في بعض روايات الإنكار الأمر أفنى المنكر قال إيه إلا من رضي. لا ده الإخوة ما شاء الله نيام،
لا المستيقظ يرفع ايده، اللي فاهم المستيقظ ما شاء الله، والنايم يرفع ايده. طب الوسط الذي فيه النعاس ما بين النوم، لان اكيد اللي ما رفعوش ايديهم وسط بين الاستيقاظ وبين النوم، اللي فيهم نعاس يرفعوا ايديهم. انت من السادات يا شيخ، ولو رفعت ايديك ما ننظر اليك، انت من اي الاصناف؟ وسط، فيك نعاس، يبقى اشرب ماء. تشرب ماء ولا تستيقظ ولا ماذا تفعل؟ اعطوه ماء يا اخوة، اشرب الماء واعطيني الماء، انا اريد اشرب الماء. جزاكم الله خير. هكذا انت استيقظت، الخوف اللي جاءك هذا من هذه كذا انت استيقظت، خلاص انتهى الموضوع، مفيش نوم لك تاني. اقول اخواتي الكرام افهموا جيدا، قلنا بانهم قالوا نحن على 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 السياق ولا تدري وزيادة اخرى، نقول بانه النياحة باثرها باطلة، متى يعذب عليها؟ الراضيها، الرضا من صورتين، الرضا بالوصاية بها كفعل اهل الجاهلية، ان يوصي اهله اذا مت عددوا المدائح وعددوا ايش الصفات النبيلة التي كنت فيها، وجبلا وسداء وأسداء من لنا بعدك، في هذا الكلام يوصي، واهل الجاهلية كانوا يفعلوا ذلك، شعر معروف في هذا الباب كان يوصيهم بان يفعلوا ذلك وان يعددوا الصفات النبيلة عنده، فهذا يعذب بذلك لانه قد فعل المنكر. طيب الصورة الثانية ان يرتضي بها، يعلم ان اهله من اهل النياحة واللطم وشق الجيوب والكحل والزهرة الزرقاء التي كنا نراها في العوام عوام الناس من التسخط على قدر الله الذي علاه، فيعلم من اهله انهم يفعلون ذلك، فلم ينكر، فلما لم ينكر صار راضيا. اما قال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، اهو المثليه الان. يبقى والحديث كما صدرت الباب به قال: الا من راضيه وتابع. يبقى اذا رضي الرضا، لذلك العلماء استخلصوا هذه القاعده العظيمه المنيفه: الرضا بالمنكر كمرتكب، فرضا بالمنكر منكر، فهو يبقى اذا يعذب بفعله، بفعل نفسي، اما بالرضا واما بالوصايه. مفهوم؟ يبقى اذا نقول قول ان الميت لا يعذب ببكاء اهل علي عندما ارتضى بذلك، عندما ارتضى بذلك، ولو كان البكاء كما قلنا انه خاص، احنا بينا في اول الحديث انه خاص بغير النياحة، لانه لو بكاء بغير النياحة ان الله لا يعذب بدمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحزن القلب. هذا بالنسبة للكلام على التوهيم والاستدراك، والتوجيه هذا والتوجيه الصحيح، وتلتئم الادلة بذلك. نعم الميت يعذب ببكاء اهله اذا ناحوا عليه وارتضى او وصى بذلك، وبهذا يكون التأم شمل الادلة باسرها. ايضا هناك استدراك اخر في نفس الباب بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدركت على عمر بن الخطاب بأنه نقل بأن مسلم قال لقريب بدر، لأهل بدر، قال لهم يعني قال: أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. حتى أنهم راجعوه قالوا عظاما بليه، فقال مسلم: ما أنتم بأسمع لي إيش منهم. مفهوم؟ فقالت عائشة ووهمت أيضا عمر بن الخطاب، طبعا وهمته، لان هذه مساله مهمه جدا نختم بها، وهمته عندما قال لها النبي، عندما قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما انت بمسمع، انك لتسمع الموتى، انك لتسمع الموتى. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المراه التي كانت في القبر، قالت، قال لها: اتقي الله يا امة الله واصبري. قالت: اليك عني. ماذا تستفيد من المحاورة والمناظرة بين الانسان وبين المرأة؟ عارف ليش مش عارف انت؟ طب يوم السبت قد اعتذرت بمرض يا عمك، جيد، شفاه الله عافاه، كيف حاله الان؟ أدام الله عليه الصحة وأحسن له وأطال عمره وأحسن في عمره وأحسن في عمله ورزقه الجلوس في مجالس العلم. لما التأخير اليوم؟ هذا الطلب كان ضروريا لا يمكن أن ينتهي إلا أن تفعله في نفس هذا الوقت، ضرورة ضرورة، وما أحد يقوم مقامك.
في نظرك أم هذا على التأكيد؟ وجمعت بين المصلحتين، جزاك الله خيرا. تفضل، لا نستطيع أن نراجع، ما في سؤال لك أسبوع كامل عشان الإحسان هذا. تفضل، الجزاء والإحسان والإحسان، جزاك الله خيرا. أقول إخوتي الكرام، فقالت قد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال إنك لا تسمع الموتى. إذا الإنسان لا يسمعهم، فكيف تقول بأنه قال لقليب الأهل قليب بدر وجدت مع وعد ربي؟ هو هل الإنسان يكلم كأنهم كأنها تقول هناك مقدمة مرفوضة؟ إيش المقدمة المرفوضة؟ أن يتكلم الإنسان بكلام لغو، إيش الإفادة لما يسمعه؟ ما الفائدة أن يكلمهم المسلم؟ لأنها تقول كأنها تقول وتناظر عمر، نهيئ أنفسكم لذلك، كأنها تناظر عمر وتقول أنا وأنت اتفقنا على أن السلام لا يتكلم إلا به، إلا بما ينفع ويفيد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. هل يعني أنت لو وقفت إلى هذا العمود وتكلمت وقلت يا عمود اتق الله، اركع ركوعا صحيحا وزج سجودا صحيحا، اللي ما يرر عليك ماذا سيقول؟ لحتى لو قلت له يا عمود يا اسطوانة لا تشرب الخمر فإن الخمر أم الخبائث، ما يفيد صحيح، إما أن تتهم. فهنا كأنها تقول اتفقت أنا وأنت بأن السلام كلامه لا يمكن أن يكون إلا أن يقع موقعه، فلو كانوا لا يسمعون ما الفائدة أن يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ فلذلك وهمته في هذا الباب، قالت كيف وقد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. وأيضا نرد عليها في توهمها ونقول الحق معه وليس معك، الحق مع عمر وليس معك. ثابت الحديث، ثابت الحديث، سلمي. قالت عندنا أصول، طبعا هو بعض المحدثين كما سنختم الباب في هذا استفاد من فعل عائشة على أن هذه قاعدة عند علمائنا لنقد متون السنة، عندهم قاعدة عامة يعرفون كيف ينتقد متن السنة بمثل هذا، من فعل عائشة من العلماء قاطبة أقروا ما تقول، لكنهم قالوا إيه؟ يبقى لها باب لم تفتحه، لم تقرعه، هو باب الجمع بين الأمور، مفهوم؟ فالغرض المقصود هي قالت ذلك، نقول نرفض توهيم عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وتكلم مع قريب أهل قريب بدر لأمرين اثنين بحكمتين عظيمتين. الأمر الأول أن الله تعالى قال ويشفي صدور قوم، فده شفاء لصدور المؤمنين. لما أنت ترى أرأيت كيف شفاء صدر ابن مسعود عندما قفز على من؟ على صدر أبي جهل، هو شفاء لصدره. وقال الغلب لمن؟ قال لما يحزنك أيها، وتبه ثم نظر إليه بكبر متعال وهو على مشارف الموت، قال من أنت؟ ما أنت إلا رواية إيش؟ الغنم. وما أنا إلا رجل قتله قوم، ملكوش شرف في هذا الباب حتى. شوف الكبر واصل إلى 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 أين. الغرض المقصود أن هذا شفاء صدور المؤمنين. أما ما ما ماذا قال بلال عندما رأى ابن أمية؟ ماذا قال؟ قال ما نجوت النجا، وأراد قتله وذهب إليه لذلك ليشفي صدور قوم المؤمنين، فشفى الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفى صدور المؤمنين عندما سمعوا أنه يقول لهم أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا، النصر ورفع الراية، أما أنتم في خزان وتقريع وتوبيخ وعذاب في القبر. وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لما راجعوا عمر قال ما أنتم بأسمع لي منهم، هم أسمع أيضا. فالغرض المقصود هذه حكمة عظيمة، فنحن نقول هو أسمعهم والله أسمعهم، لكن المسألة على توجيهان. التوجيه الأول إما أن نقول النفي الذي استدلت به عائشة نفي عام، أن النفي هذا نفي عام، وإما أنه نفي مخصوص. النفي العام وما أنت بمسمع من في القبور هذا عموم، إنك لا تسمع الموت هذا عموم، يبقى هذا نفي عام وأن الموت لا يسمعون بحال من الأحوال، وتكون قصة قليب أهل قصة أهل قليب بدر بأنها خاصة بأهل بدر، خاصة بالرسول وخاصة بأهل بدر، جاءت على التخصيص، والتخصيص وارد. أنت لا تسمع من في القبور، لكن الله بقدرته قد أسمع أهل بدر قريب أهل بدر من أجل شفاء صدرك وشفاء صدر المؤمنين. أو نقول لا، لأن هذه الآية مخصوصة، هذه الآية العامة مخصوصة، وقد ورد التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسمع قرأ عليهم. إذا نحن نقول نعم، إنك لا تسمع من في القبور، وقد يسمعون في بعض الأوقات، إنك لا تسمع الموتى في الغالب، وقد في بعض الحين أن يسمعهم كما قالوا إنك وأنهم لا يسمعون قرعة النعال. ويبقى هذا التوفيق، يبقى إذن الوقت والحين الذي قد خص من عموم عدم السماع هو لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندما يسمعون قرع
قرع النعاس. وهذا دلالة واضحة جدا في الجمع بين الأدلة التي جاءت. بقي لنا الباب الذي جاء بعد ذلك هو باب التجديد في النياحة. هذا على ختام باب التجديد في النياحة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من أمر الجاهلية. أربعة من أمر الجاهلية. عندنا رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان هما بهم إيش كفر. وأدي فيها ده طبعا احنا قلنا إتماما للفائدة أن عائشة وما وهمت به عمر استدل به علماؤنا من المعاصرين أن هذا باب من أبواب نقد متون السنة. أن هو يخالف إيش أصل عام ثابت بالكتاب. يعني الحديث صراه يخالف آية من الآيات. فإذا كان خالف آية من الآيات فإننا نقول جزما ولو كان من عند غير الله يوجد فيه خلافا إيش. فإحنا نقول إما هذا الحديث هناك حديث آخر ناسخ له لم نعلمه فلا بد أن نفتش ونبحث على الناسخ، وإما أن نقول لا يصح هذا الحديث بحال لأنه لا يمكن أن يخالف الكتاب بحال من الأحوال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يبقى إذا لابد من تضعيف هذا الحديث نقد المتن وإن صح السند، لأننا قد يكون ظاهر السند الصحة والمتن فيه نكار مفهوم ولا غير مفهوم. فهذا باب واسع جدا. لذلك شيخنا فضيلة الشيخ دكتور مصر بن غرام الدوميني نسأل الله أن يمتع به ويطول عمره ويحسن في عملي قد أحسن علينا كثيرة له بحث ماتع في هذا الباب. الكتاب كامل أنا شرحته بفضل الله جل وعلا اسمه نقد متون السنة. نقد متون السنة وأتى بهذا الباب وتكلم عن فضل عائشة وفضل نظر عائشة لنقد متون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كانت تخالف الآيات التي ثبتت في كتاب ربنا جل في علاه وكانت القراءة سبعية أو القراءة عشرية. الغرض المقصود هذه إتماما للفائدة مسألة النياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمر الجاهرية. أربعة من أمر الجاهرية أولا نفهم منها بأن هذا الأمر الذي سيتلوه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. والدلال على أنه من الكبائر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكفر. قال اثنتان أمتي هما بهم كفر. فلما وصفها بالكفر علمنا أنها من الكبائر. لأن هذا ضابط من ضوابط العلماء الذين قالوا بأن الكبائر تعرف بحد أو بلعن أو بأن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها على الكفر. قال اثنتان أمتي هما بهم كفر. وذكر منها النياحة. الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى قال الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب أبي أنا وأبي وأجدادي ساد أبي وساد أجدادي. فيتكلم إذا تكلم يتكلم عن أبي وعن عائلتي وما هم فيه. كما دخل بعضهم على ابن عمر وهو يتكلم على نحن بنو المغيرة وأنت تعلم فينا ما فينا من النخوة. فقال أترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مثل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مشي أحد مشية الخيلاء إلا قد خسف الله به الأرض. فيعني آت له بنقيد ما أراد بأن الكبر لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش من كبر. الغرض المقصود قال الفخر بالأحساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية قال فخرها وأذهب عنكم أيضا فخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس على قسمين إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس لآدم وخلق آدم من تراب. وأقسام الناس على أربعة. في حديث على الأقسام الأربعة للناس أنتم ناس من الناس في أي قسم من الأقسام أنتم؟ والله لو كنتم في قسم الشرطة لتكلمتم إن أنا أروح الآن هذا يتعبني. الله المستعان. أقسام الأربعة عصامي وعظامي وعصامي عظامي ولا له في العير ولا في النفير. القسم الرابع يعني لا عصامي ولا عظامي. طيب العظامي هو الذي نهى عنه السلام اللي هو ايه اجدادي وابائي. العظامي اللي هو بيفتخر بالاجداد والاباء هذا عظامي يعني عايش على الملعقة الذهب التي قام فوردها في فمه بعد ما ولد. وطبعا الاكل بالملعقة الذهب ايش حرام. قلب فضة قلنا لا. قلب اللؤلؤ قلنا يجوز إذا كان ملعقة بالأحجار الكريمة وكنت من أهل هذا يجوز. لكن الذهب والفضة ما يجوز. الغرض المقصود عظام يتكلم عن الآباء والأجداد. والثاني القسم الثاني إيش نقيض عصامي. العصامي اللي هو إيه بنى نفسه بنفسه كما يقولون. الرجل الذي بدأ من الصفر إلى أن بلغ إلى القمة باجتهاد وجد وتعب. وهذا طالب العلم الذي يمكن أن يفخر بذلك لو الله أوصله إلى درجة العلماء. ولا فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى إيش أدلاه. والثاني عظام عصام جمع بين الخيرين. وهذا ينفعه جدا كابن حزم.
ينفعه جدا، او كالليث بن سعد، فهذا عظامي عصامي، فده يكون عنده الوجاهة والمكانة والاجداد، وايضا عنده الجد والاجتهاد. طبعا كل من كان عنده الوجاهة والاجداد، في منهم من يركن على الاجداد وعلى الوجاهة فيسترخي، لكن منهم من يجد ويجتهد كما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى. فهذا عظامي عصامي. اما الرابع هو ايش؟ لا ليه في العير ولا لا ده بنا، فهو جالس بجانب الرصيف، لا 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 الموتى يعرفونه ولا الاحياء يشمونه، فهذا لا هو عظامي ولا هو عصامي ولا اشرقت شمسه بحال من الاحوال، وهذا يعني على الاقل يسقط من المعالي، والله جل في علاه يحب معالي الامور ويكره سفسفها ويكره سفسفها. الغرض المقصود هنا الذين يفخرون بالاحساب دون اي فعل يلامون، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الله عنكم عبئة الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بر تقي او فاجر شقي، وقال السلام لا فضل على عجمين على عربية او عربية على عجمين الا بايه؟ الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا الامر الاول الذي هو من امر الجاهلية، الكلام على الاجداد والاشعار كثيرة جدا تفتخر بذلك. الامر الثاني من الامور الاربعة التي هي من امور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني انتقدها، قال والطعن في الانساب. الطعن في الانساب له تصويران او قل له تفسيران. الطعن في الانساب اما بالتحقير وتقليل الشأن، يقول من انت؟ انت ابن الحفاة العراة. من انت؟ انت ابن الخدمات، ولا يعني اتكلم على مقدار الكلام على اهلية الرجل. فالطعن بالتحقير والتقليل وتقليل الشأن، وهذا فيه من الكبر واحتقار المسلمين، وهذا لا يجوز بحال من الاحوال. ارايت لما قال ابو ذر لبلال رضي الله عنه ارضاه يا ابن السوداء ماذا حدث معه؟ ارايت الانتصار العارم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقلت له ابن السوداء عيرته بامه؟ قال نعم يا رسول الله. قال انك امرؤ فيك جاهليه، هذه ليست بالهينه. وابو ذر هذا هو، قلنا ليس الشريف هو الذي لا يخطئ، الشريف الذي اذا علم انه قد اخطا ان يرجع، والذي يصر على خطئه هذا رجل لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسه، وهذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يحترم بعد ذلك. لما؟ لان هذا فيه كبر في قلبي، والذي فيه كبر في قلبي اصغر ما يكون عند ربه جل في علاه. انظر لابي ذر، قال نعم قلت ذلك يا رسول الله. قال انك امرؤ فيك جاهلي، فوضع خده على التراب وقال والله لا ارفع خدي حتى تطأ برجلك على خدي. تنظر كيف ان انتصر لاخيه بلال رضي الله عنه وارضاه. هذه الصورة الاولى من الطعن في الانساب. الصورة الثانية من الطعن في الانساب هو ان يقذف القذف، وهذه من الكبيرة من الكبائر الذين يلمون والذين يرمون المؤمنين ولم يكن لهم، والذين يرمون المحصنات المؤمنات ولم يكن لهم، والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء. لا لا خطأ، الرجل عشان هو عنده نعاس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وذكرهم الله جل عنهم ايش؟ فاسقوه، صحيح؟ اولئك هم الفاسقون. فالغرض المقصود الطعن في الانساب ايضا من الكبائر. المسألة الثالثة قال والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم ان يقول مطرنا بنوء كذا، وهذا اصل على اثر سماء ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال اتدرون ما قال الله؟ قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله برحمتي فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب نعوذ بالله من الخذلان. لكن التفصيل انا فصلته يوم السبت، صحيح ولا لا؟ وتذكيرا للمنتهي وما ادري من المنتهي، وتأصيلا للمبتدي وما ادري من المبتدي، لكن هي تذكير للمنتهي وايضا تأصيل للمبتدي. ابين وامر مرور الكرام في هذا الباب الاستسقاء على انواع ثلاثة. استسقى معتقدا بان النجم يحرك المطر السحاب وهو الذي يتحكم في المطر. استسقى بالنوء وهو يقول ويعتقد بان الله هو الذي يرزقهم المطر ولكن النجم او تحرك النجم هذا سبب من الاسباب. استسقى بالنجم يقصد انه في وقت كذا يحدث المطر، في وقت الشتاء يحدث المطر، يعني يقول مطرنا بنوء كذا يعني في وقت نوء كذا، في وقت النجم كذا الذي يطلع، مفهوم؟ يبقى عندنا ثلاث اقسام اهو الان. القسم الاول كافر كفر اكبر، من اعتقد بان النجم يتحكم في المطر فهذا كافر لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، وهذا يكفر بالاجماع كما قال نعيم بن حماد. الثاني اعتقد انه سبع ويعتقد بان الله هو الذي ينزل المطر من السحاب فهذا كفر كفر اصغر، كفر اصغر لانه قد اتخذ سببا لم يشرعه الله
السبب والدلالة على الكفر هو دخول أيمن، اتخذ سببا لما يشرع الله سببا، شرحت كثيرا فهذا كفر أصلا. ننتقل إلى الإذاعة الخارجية. الفهلاوة ما تنفعش، الفهلاوة المصرية منعناها، والفهلاوة الشامية الآن واقفين عشان نمنعها. كما الفهلاوة المرضية أيضا نمنعها. ها رأيت يوم السبت لابد تجلس جنب الخشبة، تجلس لتتعلم عشان تدخل أنت، لا تكون فقيها فقط، نريدك فقيها محدثا وبارعا في العقيدة. دعك من عندنا بعض الأغرار الذين لا يفقهون شيء، أبو شبر جلس بعض جلس لا يفقه شيء، فلما تعلم بعض العلوم منا قال أنا اكتفيت، أنا مش هستفيد غير من درس واحد أو من نص درس. هذا يعني لو كان كمثل أبي يوسف قلنا له لا أنت لا تجلس، احنا هنقبل إيديك ورجليك ونسمع منك. أبو يوسف جلس سنين طوال مع أبي حنيفة يتقن، فوجد في نفسه أنه أثقل في أبواب كثير من الفقه، فبعث إلي أبو حنيفة بإيش؟ بورقة صغيرة فيها سؤال، فإن أجاب باليمين قال له أخطأ، فإن أجاب باليسار ومسألة في المعاملات أخطأ، ما استطاع أن يصل اليمين ولا يسار، ولما جاء في الوسط بعث إلي قد أخطأت أيضا. فقال والله هذا السؤال ليس من أحد إلا من أبي حنيفة وفهم. قال أراد أن يبين لي أنني إيه؟ ما زلت بشبر، ما زلت بشبر. فالأغرار الأغمار السفهاء هؤلاء الذين يتعجلون فلا يصلون، أما أنت فلا، أنا أشهد الله أن لك صبر على طلب العلم، لا أدري هذا فضل الله جل في علاه. تميزت كثيرا عن كثير من هنا، وحتى الذين جاءوا الآن كالإخوة موسى وأخونا خوري وأيضا عبد الله وإن كان مريضا ثبت صراحة والبنة، يعني أنا صراحة أقول الحمد لله أن زرع في البلد إخوة من الإخوة الإماراتيين ثابتين على طلب العلم ثبات عجيب جدا جدا جدا، مع أن كثير من إخواننا هنا مع الخلق الراقي السامي لكن ما عندهم صبر على الطلب، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وعندنا الصغار هو الآن البركة ومن بجانبه، ما هو الرجل هذا يعني ما يترك الدروس، فنسأل الله أن ربنا يثبته على كده ما يطير مع الأفراخ الذين يطيرون. فنحن نقول أيضا لا نريدك فقيها فقط، بوابة العلم إتقان العقيدة، رغم حتى لو تقول أنا جدولتي ولا ما جدولتك هذه القيها خلفك ظهرية، لابد تتقن في أبواب معينة. تفضل يا دكتور أيمن، شارك في المشاركة مداخلة أكيد تفيد الأخ شيء. هذا الرجل بيطلع علينا بأمور يعني والله يعني انطاشت عقولنا بسببه، يعني ما كان عجبا عمتها أنت سكر الله خير. نحن نقول قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذا هذا السبب لابد أن يكون تسلط عليه ضوء الشرع، لا تتخذ سببا لما يشرعه الشرع بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الشافعي يا له من عالم، هذا بقى الفقه والإتقان. أنت لو لا اسمع، احنا شرحنا كتاب رسالة مع إخواننا في الدورة في مصر أصول السنة للمزني، ترى فيها ما فيها من لآلئ العقيدة الراسخة على عقيدة السلف الصالح في هذا الباب، عشان تعرف علماءك أئمة المذهب عندك كانوا من الإتقان بمكان في عقيدة السلف. فالشافعي قال نحن نقول نحن لا نحجر واسعا، لو قال ذلك وقصد بذلك التوقيت لا يدخل في الكفر بحال من الأحوال، لا أكبر ولا أصغر، وإن كان الأولى لنا ألا يقول، لكننا يمكن أن نعتذر للمسلم طالب العلم لو قال مسلمنا لو كذا. قلنا له تقصد بالباء هنا للتوقيت؟ قال نعم. قلنا إذن لا تدخل في المخالفة في هذا الباب، يعني أنت كان المطر في وقت الشتاء اللي بيطلع فيه نجم كذا، كما مسألة الإحمرار الثمر وغير ذلك، مش هي أصلا مرتبطة بطلوع النجم على توقيت؟ فقالوا إذا لو كانت التوقيت ليس فيها ثمة شيء. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الانتقاد الثالث. الرابع وهو الأهم عندنا قال والنياح على الميت، قال والنياح على الميت هنا كبيرة من الكبائر، لا سيما أن وليس كفرا لا تخرج من الملة، والدلالة ذلك كما سنبين، لأن المسلم قال أربع من أمر الجاهلية، هذه دلالة أنها كبيرة. قال سنتان في أمتي هما بهم كفر، ولما وصفها بالكفر علمنا أنها كبيرة، يعني لم تكن تخرج من الملة فهي كبيرة من الكبائر. وهنا نقول النياحة على الميت خرجت من الكفر الأكبر، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، هذا هو الأصل، النائحة إن لم تتب قبل أن تموت تأتي يوم القيامة عليها سربال من إيش؟
من قطران ودرع من جرم. هذا الحكمة من ذلك الاشتداد العذاب عليه. يعني طبعا سربال من قطران ايش اللي يحدث؟ سريع الاشتعال صحيح ولا لا؟ وايضا درع من جرب حتى يشتد عليها الامر في العذاب في عرصات يوم القيامه. فهذه فيها دلاله انها ليست بكافر، لا 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 يخرج من المله، هذا كفر لا يخرج من المله، لكن النياحه كما قلنا بانها كبيره من الكبائر، لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم انها من امور الجاهليه، وقد بعثه الله جل في علاه ان ينفي امور الجاهليه. من الاحاديث ايضا في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر جاء نساء جعفر يبكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ رجلا فقال له اذهب اليهن فامرهن الا يبكين، فذهب فرجع قال ما كففنا عن البكاء، فقال اذهب فامرهن الا يبكين، فرجع ثانيه ومن الذي يرقب ذلك؟ عائشه تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحزن الشديد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبه في الناس قال قام زيد فاستلم الرايه فقتل ودخل الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي والدموع تنزل، ثم قال استلم الرايه جعفر فقتل ووصف قتله جعفر رضي الله عنه وارضاه وان الله ابدله بجناحين يطير بهما في الجنه ويبكي وعبد الله بن رواحه ويبكي، الحزن شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء جعفر يبكين فقال له اذهب فقل لهن لا يبكين، فلما ذهب رجع فقال يبكين، فقال احثوا في افواههن التراب. ماذا قالت عائشه؟ نفذ صبرها، قالت ارغم الله انفك، لا فعلت ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا انت خففت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا انت جعلتهن يعني يكففن عن البكاء ولا انت تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشتد عليه الامر وتراجعه في كل مره. فهذه طبعا ايضا فيها التبكيت على من وكلته بشيء او امرته بشيء فلم ينفذ وائتمر به بما امرته به. فالغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا في وجوهن التراب او في افواههن التراب، دلاله على ان هذا الامر معصيه وهو كبيره من الكبائر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى حديث ام عطيه، وهذا حديث عجيب قد اوجب لنا اشكالا، لان ام عطيه قالت اخذ علينا سنه في البيعه الا ننوح، نهى عن النياحه، فقالت ما وفت منا امراه الا خمسه، يعني النساء كلهن التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليهن في البيعه الا نياحه، لا نياحه، فما وفت الا خمسه. فقالت ثم قلت يا رسول الله لا الا آل فلان، فان امراه منهن او منهم اسعدتني، طبعا كما قلنا ايه مساله البكاء لها اسعدتني فلا بد ان اسعد، قال الا آل فلان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا آل فلان اوجب اشكالا، ايش الاشكال؟ قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نياح فما وفت الا خمسه، لكني قلت الا آل فلان اسعدتني منهم امراه اريد اسعدني، فقال الا الف لا. وين الاشكال؟ ما الذي اوجب اشكال هذا؟ طب وايش الاشكال هنا؟ اسمع، لا ده هو ياتي بها ما شاء الله ولا قدر الله، كملها والله يا عندك هتثبت بالفرع معاك الاصل. ها اللي ما اوجب اشكالا ماشي يا محمد، كيف يعني؟ ممتاز، ما هو هذا كما قال، يعني جواز النياحه وهو الذي بايع وقال لا بل وقال سنتاني بامتي هما بما ايش كفر، فاجاز كيف يجيز لما يجيز؟ لذلك اختلفت انظار العلماء هنا الان، نحن بين حاضر وبين مبيح، وقالوا صلى الله عليه وسلم نعم الا فلان، فاوجبت لهم كما قلنا اشكالا، فاجابوا عن هذا الاشكال باجوبه خمسه. الجواب الاول قالوا بان قول سلم الا آل فلان قالوا هذا ناسخ، استغفر الله، قالوا هذا قبل تحريم النياحة. هذا عجيب والله، يعني العلماء قالوا هذا قبل، كيف اذا كان سياق الحديث يثبت ايش؟ الناهي ده يبايع ويمنع، يقولون قبل التحريم، من وين اتوا بهذا؟ فاسد جدا هذا التوجيه. التوجيه الثاني في الاشكال قالوا هذا خاص بام عطيه، ونحن نرفض ذلك اصوليا، اذ الاحكام لا يمكن ان تناط بايه؟ بالاعيان والاشخاص، بحال من حتى ولو بالنبي الاصل عدم الخصوصيه. يبقى اذا هذا خطا مبين، لا يصح، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ممتاز، يبقى اذا هذا فاسد ايضا. الثالث فيه توجيه، قالوا نحن نقول النياحه على الكرم، لانه بايع فمنع ثم اقر بايه؟ بألف فلان، يبقى هذا صارف من التحريم الى، هذه وجهه نظر اصوليه، وجهه نظر اصوليه محترمه لكنها ضعيف. وأين الضعف؟ أين الضعف؟ صاحب البركة
ممتاز. أول شيء لأنه قد غلظ فيها وسمها كفرة. كيف كفرة يكون على الكراهة؟ الأمر الثاني المهم جدا ورتب عليه العذاب في الآخرة. نعم نفس الأمر، لكن في أمر آخر نقول حتى لو قلتم لا يساعدكم، المتن لا يساعدكم، لأنه لما استثنى إيش؟ تخصيصا. يعني ما قلت لا يساعدكم هذا الكلام لو كان المسألة على التعميم، لا ده يبقى في دائرة التحريم إلا الفلان، فلا يساعدكم هذا أن هذا ينصرف من التحريم إلى الكراهة. مفهوم؟ طيب الحمد لله والشكر لله. فهذا بالنسبة للتوجيه الثالث ولا الرابع؟ الثالث ولا الرابع؟ ها؟ الثالث؟ الثالث الثالث. طيب الرابع قوله صلى الله عليه وسلم إلا الفلان، أي استعديهم بالبكاء وإياك وإياك. فهمتم كيف؟ قال إلا الفلان، قال إلا الفلان، يعني إلا الفلان أسعديه، أسعديهم بالبكاء دون النياح. وهذا خطأ بين. ليش خطأ خطأ بين يا صاحب الرسائل؟ أنا أراه ضعيفا جدا، فما أدري تراه أنت أم لا، لا سيما المسألة فيها إسعاد. لا انت قربت، انت على مشارف الانتهاء ثلج. ممتاز ممتاز. تفضل شيخ. هو هذا موافق، انتم على الباب الصحيح الان. هو صحيح بذلك. ايش نقول لو قلت اسعدي، لو قال اسعديهم بالبكاء على الجميع، لما تخص بالفلان؟ الجميع اسعد الجميع، لما يخص بالفلان؟ يبقى لا، يبقى كأنك لم تجعل لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ايش فائدة. اذ الاسعاد بالبكاء او البكاء على الميت هذا رحمة، فهو على العموم لما يختص به الفلان، فهذا ضعيف ايضا الذي نرتضيه والله تعالى اعلى واعلم. والتوجيه الخامس وهو بان سلم قال الا الفلان، قالها منكرا، منكرا عليه، مقرا لها. هذه يعني كانها تقول الا الفلان، يقول لها انا اقول الكفر، تقول الا الفلان، الا الفلان انكارا لا اقرارا. والدلاء وله نظير من الشرع نظائر. لما دق الباب الرجل فقال من؟ قال انا. فماذا قال مثلا؟ انا هذا اقرار على ما قال ولا انكار؟ انكار. اهو الان انا انكار. وايضا لما قالوا اشترط الولاء، قال اشترط لهم الولاء، انكار ولا اقرار؟ انكار. فكان هنا قول الانسان المعطيه الا الف الان، هذا انكار عليه، ان هو سماه من اعمال الجاهليه وقال تنتني بامتي هما بهم كفر، فلا يجوز بحال من الاحوال. يبقى لنا الكلام على نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وتكفين الميت. نهي النساء عن الجنائز عشان ما نموتش كمدا، ناخذ الباب هذا ان شاء الله ونسرع فيه، مع انها مساله خلافيه لكن هنسرع فيها ان شاء الله. اتباع الجنائز، نحن قلنا اتباع الجنائز هذه من الواجبات على المسلمين، فرض كفايه صحيح ولا لا؟ على الذكور الاناث، هل للمراه ان تتبع الجنازه ام لا؟ طبعا عندنا الحديث الاصلي في الباب حديث ام عطيه رضي الله عنها وارضاها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. لما قالت عائشة، لما قالت ام عطيه نهينا وقالت لم يعزم علينا، وكان المساله فيها بعض الخلاف الاصولي بين العلماء، تشعبت الاقوال واختلفت انظار العلماء، لانها قالت نهينا ولم يعزم علينا، فنظر العلماء قالوا قالت نهينا، ونظر الاخرون قالوا قالت لم يعزم علينا، فافترقت الاقوال، وبعضهم قالوا قال نهينا نقف معها، فافترقت الاقوال. كيف ذلك؟ نقول الذين قالوا بنهينا قالوا هذا الامر او هذا النهي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وين الدليل على ان النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا يجوز للمراه ان ايش؟ ان تتبع جنازه، النهي زوجها، النهي سيدها، النهي عمها، النهي ابو بكر، النهي عمر، ولا حجه في هؤلاء. الحجه في من؟ وما اتاكم الرسول فخذوها. مين بقى المبتدع الذي اتانا؟ استغفر الله، مش مبتدع، بدعه، اقصد عشان اكون حسن اللفظ، استغفر الله على الخطا، استغفر الله. من الذي ابدع لنا بهذا الفهم الظاهري؟ ابن حزم هو الذي اتانا بهذا الفهم المغلوط صراحه، المقلوب، ادهشنا. قال نهينا ليس فيه التصريح على ايه؟ على ان النهي هو من؟ يبقى اذا المساله على الجواز، على الاصل، على الجواز، جواز الاتباع لا سيما النساء. قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر باتباع، وان حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اتباع الجنائز، فما الذي يمنع
النساء، فللمرأة أن تتبع، لا سيما وأن معطية خط ولم يعزم علينا أيضا، يعني إحنا بنتبع أهو الآن ليس مشددا عليه. يبقى إذا عندنا طرفان ووسط، القول الأول قول الظاهرية قالوا بجواز اتباع الجنائز، طيب الحمد لله أنهم لم يقولوا بالاستحباب. القول الثاني قالوا على النقيض، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. قول الثاني على النقيض قالوا طرفان ووسط كما قلنا، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. من هؤلاء؟ المالكية والشافعية والحنابلة، استغفر الله خطأ مني وهم مني، قال الأحناف، الأحناف هم الذين قالوا بالحرمة، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بالحرمة، قالوا بحرمة اتباع الجنائز، واستدلوا على حرمة اتباع الجنائز بأدلة. قالوا أولا في قولها نهينا، وأصل النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، ونهي النبي وتحريم النبي لا يحتاج إلى عزم ولا تأكيد، لقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عنه إيش فانتهوا، ما لا يحتاج إلى عزم. قالوا إذا لما قالت نهينا ونهينا هنا لا يمكن أن تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا جماهير المحدثين من السلف والخلف يقولون بأن هذا حكم إيه الرفض، فإذا نهينا على التحريم، قالوا على التحريم، واستدلوا على التحريم بأدلة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 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 نسوة يبكين، فقال من هؤلاء؟ فقالوا ينتظرنا جنازة، ينتظرنا جنازة. طب ينتظرنا جنازة لما؟ اتباع. فقال رجعنا مأجورات غير مأجورات، رجعنا مأجورات غير مأجورات. قالوا هذا أوضح في الدلالة على التحريم، رجعنا مأجورات غير مأجورات. قالوا أيضا نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لأنه لما قال لما استحقت اللعن بالزيارة، والزيارة لا يصل لا تصل بها المرأة لا تصل إلى القبر إلا باتباع، فإذا هذا منع مبطن عن الاتباع، فقالوا بالحرم. طيب القول الوسط قول بين الطرفين، وهو قول الجمهور من المعتمد في المذهب الشافعي، المعتمد في المذهب المالكي، المالكية فيه تفصيل جزئي يعني، وأيضا الحنابلة قالوا بذلك، قالوا بالكراهة، اتباع الجنائز للمرأة على الكراهة ليست على التحريم. طبعا الذين قالوا بالتحريم قالوا أيضا من الأثر أنها إيه؟ مصدر للفتنة فلا يجوز. فالذين قالوا بالكراهة قلنا قالوا ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.